مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. دونك باش نحكيو على الممثله التونسيه فريال يوسف تبركه ديما منورتنا في مصر ودغنيامون فريال تحصلت في مصر في الكونفيمون خاطر عندها فيلم جديد اسمه ماكو. دونك الفيلم هذا كانت تفكر ميدوكس حكيو عليه برشا وقت اللي هو قاعد يتصور في تركيا وبقاو مشاهد صغيره باش يتصوروا في الربيع دونك بقاو يستناو في الكونفيمون باش يشوفها باش يكملوا مشاهد نتاع البحر. دونك فريال بقات محصوره في مصر خاطر فريال دي مسنسه كل عيد عرفت تعمل علينا طله في تونس. دونك كيف كيف اخر اعمال فريال في مصر هو مسلسل الظهر واللي فيه برشا نجوم كيما رغدة ومحمد فؤاد سيختو برشا سنة توحشوا فريال يوسف في تونس ولا في مصر. كنت تفكر كنت فرشت ميدوكس رمضان السنة برشا إعادات شفنا فيهم برشا فريال دونك برشا عباد توحشوا هذيك علاش نحنا حابين ناخذوها معنا بالتليفون باش نحكيو معاه. فريال على السلامة مرحبا بيك وعيد مبروك. عسلامة عيدكم مبروك الناس الكل في الاستوديو افيك ان بو دو روتار مي نو مي بون ابري اون سيمين من العيد لا نقعدوا نعيدوا شهر واحنا في ريال ما قلقنيش اي احنا عيدنا من شويه ديجا تبارك الله. انا في ريال الكونفينمون عامل فينا في العالم الكل في مصر عندكم دي تورناج وقفوا وغيروا كومون سا سباس عندكم في الكونفينمون؟ كونفينمون فيت كوم تو الموند في العالم الكل شادين ديارنا للي يحبوا يسمعوا الكلام اللي يحبوا يلتزموا باش نوفيهم الأزمة هذيا نتعداو إن شاء الله. لكن فما دي ديباسمون بيان سور دونك سكي في المدة طويلت شوية علينا الكل. وعرفتك السؤال صحة لباس يا اخو معناها على الاخر في البريود هذايا الكل ان شاء الله صحة ديما لباس في ريال ولكن الامباكت الامباكت احنا الحقيقة قاعدين نشوفوا فيه التأثير نتاع الكونفينمون نتاع كورونا على الأعمال الثقافية وغيره. فيلم ماكو وقتاش يرجع التورناج نتاعو في ريال؟ ما نعتقدش انه بيرجع للتورناج خاطر هو ديجا فيلم يعتمد ياسر على الجرافيك دونك البطل في الحكايه زاد الجرافيك باش يصير في الفيلم كيفاش نحتاج مش اقل من 4 شهور جرافيك والمنتج ما عادش ينجم ياجل الفيلم برشا دونك كيفاش فما ثلاثة مشاهد المفروض كانوا باش يتصوروا واستغناو عليهم المخرج والمنتج يعني يتفاهموا انه ممكن ما ياثروش على الاحداث وبداو في التسكيه بوست برود ميكساج حاجه كذي كل والجرافيك ونستناو بوتيتر يهبط مع العيد الكبير ان شاء الله. داكور احنا شفنا تاثير نتاع كوفيد 19 والازمه نتاع كورونا في تونس سورتو على المسلسلات ظهرت الحكايه في رمضان برشا سورتو مع لي روديف اللي تفرجنا فيه ومعاودنا. الحقيقه انا فرحان برشا مسلسل لوتيل شفناه اونتر اوتر مسلسل لوتيل دور نتاع قمر شنو هو لي سوفنير اللي عندك مع الرول هذاك؟ يا حسره يا حسره احلى كواليس في الدنيا يعني معاك دي كوميديان تري تالونتيو وزمرين وقعدتهم حلوه وكان عندنا مسلسل في وسط مسلسل يعني لو كان صوروا ميكينج اوف نتاع الكواليس نتاعنا كنا نعملوا مسلسل اخر فلينو فواغ بالحق معنا كمال تويتي وزيها جندوبي صفيان شعري الله يرحمه محمد البيلي دونك فما بعد فطور 4 ساعة شتيح وغناء وجو وتدليك وضحك وتقليد يعني معنا كمال تويتي فتدخل اللي ما يعرفوهوش راهو يقلد برشا الناس اي سيتي تري تري سامبا يعني كوم كوم امبيونس في البلاتو تو عمري ما ننسى الاجواء هذيك اي مسلسل عنده لكن اكتشفت انه فما ناس تتبع غراس او ريزو سوسيو نلقى لي فان يبعثوا لي دي ستوري يوني فيهم دونك جو دي تور يلعبوا قاعده تتفرج وتفرجوا زاد على حكايات البريود هذايا زاد مازال في الخبز مسلسل صورناه في عام فريال كنت نقل لي شويه من البلاصه باش نجم نسمعك خاطر الريزو يمشي ويجي اي كمان في داري فما ريزو بارتو مي جي سي مجيلة وين تسمع شيئا بيح ولا ليه؟ أنا هاو باش نعاودو نتصلو بيك فريال تو سويت تقعد معانا هاو باش نعاودو نتصلو بيك الحقيقة الرول هذاك نتاع قمر في مسلسل ولا سيت كوم
لوتيل فما سورتوك الغنيه هذيك الغنيه اللي تسمعها غنيه اللي من اظهر اللي كتبها محمد جبالي. محمد جبالي وغنيه ديجا حبك عامل فيا عامل فيا الغنيه اللي توحل في مخك ما تنجمش نعاها جمله قمر حبك عامل فيا قمر نستنى وقمر تعاو ترجع معنا في ريل يوسف سورتو لا توندونس هذيا نتاع انه لي روديف لي روديف نتاع المسلسلات فريا اللي رجعت معنا رجعت معكم يجب تفكر توسوط نحكيه في موضوع احنا اللي رديف على انفيني الاعادات اللامتناهية نتاع المسلسلات والاعمال ما نعرفش انت شنو رايك في هذا اسكو تقلق ساعات بالنسبة للممثلين ولا لا؟ شوف هي مش تقلق للممثلين لكن ماذا دينا المتلقي التونسي يلقى عنده بلوس دو ماتير سواء ما عادش توينسا كهورة يتفرج على الاعمال التونسية فما عنا برشا أخوين الجزائرية مغاربة ليبيا يتبعوا في الأعمال نتاعنا ماذا بينا نعطيهم جديد يعني أوكي فما أعمال نجحت نجمو نعاودو نعملو لها الغوديش نتاعها لكن قاعدة نلاحظ اللي مثلا مسلسل دروب المواجهة ما يتعداش عام لا يعاود يتعدى ولا تخو كونسومي وما فهمتش يعني بتاتخ العبيد تتفرج زي خاطر قلقة ما عنديش حاجة جديدة أنا نتمنى يكون فما إنتاج أكثر وموضوع هذا يسبب تخيز انتغيسان وفيت فما عملت أجلت ما كملوش تصويرها لرمضان السنة 2020 صحيح بتاتخ يكملوا تصويرها في فترة لاحقة وتتعدى في يعني أوف سيزن احنا نقول يعني خارج رمضان Voilà. Et comme ça, on pourra découvrir où est-ce le متلقي يلقى تجاوب مع الأعمال الجديدة. Est-ce que فما audience, est-ce que فما متابعة الكبيرة للعمل ولا لا من خلال الاستاتيك اللي نجموا يكتشفوها من بعد. فماذا بينا الأعمال التونسية تكون موجودة على طول العام وما نكتفيوش بركة في رمضان. يعني مثلا شفنا اللي المصريين خرجوا من الموضوع هذا عندهم مدة والأعمال الأوف سيزون ولات ناجحة بعيدة على رمضان. اللبنانيين بداوا شوية أوسي يخرجوا من رمضان مازالوا بنسبة 80% متمسكين بالموسم نتاع رمضان لكن ما فيها بيت كانوا نجربوا نخرجوا شوية شوية الموسم نتاع رمضان وتكون فما مدة أكثر للمتلقي وزيد على هذاك يلقى الفنان فرصة يعني سواء السيناريست ولا المخرج ولا الممثل يلقى فرصة أنه يكون موجود في أكثر أعمال وتبدأ خدمة على طول العام موجودة وجوز نقطة أخيرة بارابور الموضوع هذا أنه فما عدد كبير من الممثلين الفنانين اللي يقول لك أنا مسلسل تعدى في ما نعرفش عنده 10 15 20 سنه التالي اذا كان يعاود يتعدى اليوم سورتو مع لي بلاج بوبليسيتير اللي قاعدين كريمون نشوفوا فيهم عندي الحق زيادة في مجموعه من المداخيل من الرديف هذا عندك راي في الموضوع هذا يا فريال شوف الحقوق الفكرية والملكية الفكرية هذا موضوع كبير برشا مازال يعني الأبجديات نتاعو ما رسيتش في دولنا العربية موجود هذايا شيء البيع أكثر يعني أعتقد أنه الممثل ما يخذش نسبة من الغوديفوجيون يعني عنده كاشي التزم به وكهو ولكن المؤلف أو المنتج عنده الحق لو كان القناة مش قناته الخاصة ومش يعرف قناته الخاصة كمنتج هو يعرف قناة أخرى وقناة عاود العرض المؤلف عنده الحق باش يكون عنده دخل من وراء الديفيوجن وهذايا مش حقك هو يعني يلزمنا نلتزموا به لكن للاسف مش معمول به في الدول العربيه فريال باش نزلك الموضوع واحد اخر واشرف لهنا يسقسي عليك الخير يا اشرف قاعد تبعنا شويه في الاخبار اللي قاعده دور شويه الاخبار اللي تحكي عليه بالنسبه لفريال يوسف ما بين البارح واليوم جديد ميدوكس هبط اليوم العشاء كونه فريال يوسف باش تدخل القفص الذهبي دونك وباش تتعرس برجل اعمال تونسي ما فهمتش علاش ديما الفنانين والممثلات مربوط اسمهم برجل اعمال تونسي دونك فريال خبيليكا هبطت ستوري على الانستغرام نتاعها كذبت باش تزيد تعطينا اكثر تفاصيل بابا انا اكتشفت راه كيفكم اليوم لقيت فما ديكونت يهتموا بالاخبار نتاع الفنانين او الاخبار الفنيه في المجمل فما حتى مواقع اخباريه في ريال زاد هبطوا الاخبار ما عنديش فكره الحقيقه اما المواقع لي كونت هذوما بعثوا لي سكرين شوت
انه زاد المصدر الصحفي ما ينجمش يكون هو المصدر الاول، ما نعرفش هو المصدر الاول الخيط يعني راس الخيط كما يقولوها ولا ليه، لكن بعثوا لي انه خاطر المصداقيه نتاعهم، قالوا لي ليه ما انت كذبت نحي حتى نحي واحنا نحي. قلت لهم كيف باش با اونلوفي لو جو با سوبريمي لو بوست parce que je dois nier tout simplement l'خبار ماهوش صحيح، ما نعرفش منين جاي، ما نعرفش منين وين قواه، وان بلوس يعني هذه امور شخصيه المفروض حتى وكان بشهاده خبر كيما كيف يرجعوا لي انا، حتى حد ما كلمني، حتى حد ما قال لي اسك الخبر صحيح ولا ليه. ولقينا انه ما نخبيش عليكم يعني ماما اليوم واحده بعثت لها تبارك لها، قلت لها كريمو بدينا نحضروا في الحلو بدينا اوكي كريمو يعني كماما احنا سبقنا تزغريتكم سبقنا تزغريت على مئتي. انا هو باش نطرح لك السؤال بطريقه اخرى، في الـ في الـ في الاشاعه هذيا ولا الخبر الغالط هذا، شنو هو الغالط بالضبط؟ هل انه الغالط انه رجل اعمال تونسي، والا الغالط ولا الحكايه كلها غلطه؟ فما جزء غلط وجزء صحيح، هذا احساسي شي يقول. لا لا يعرفوني العباد، انا عندي مصداقيه في كل حاجه نقولها، وعمري ما طلعت خبر كاذب ولا خبر صحيح ونفيتو. لا لا ما فهمنيش فريل الاخبار دونك اي نقول لك لا ما عنديش يعني الاخبار 100% غلط. أنا ما عنديش في حياتي حتى حد، لا تونسي لا مصري لا حتى حد يا رجل لا 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 حتى حد كيفاش، ولازم هو رجل أعمال يعني. أنا شوف أنت قلت جملة لازم فنانين يكتبوا اسمهم برجل أعمال وكل شيء. أنا مون فيانسي الأخرين اللي قعدت مع 4 سنين في حياتي ما كانش عنده حتى علاقة بالأعمال، جملة واحدة يعني حد عادي وبسيط جدا وكل شيء، وبالعكس الفايدة في التفاهم، فايدة في أنه الاثنين يلقوا رواحهم مقيمين على نفس الشغل ميم لونغور دون وفهم احترام اتسيتيرا يعني. ماهوش يعني ديما يقسم الفنانة عادة الفنانة مش الفنان انه ارتبطت برجل اعمال او حد ثري او مدري شنو يعني رئيسة يعني كيفاش نقولوا ماشي اون باراليل معانا وملازمتنا مش صحيح يعني، مش ديما حياتنا هكاك ومش فريال. انا حاب نشكرك برشا وحاب نسلم عليك بالكدا، وان شاء الله تري بيانتو ان شاء الله توفى الكورونا والكونفينمون واحد وطلب علينا هنا الرجوع عاود عملها فينا الرجوع عاود عملها فينا صباح مش مشكله pour ça en tout cas voilà donc je vous remercie infiniment merci pour cette intervention et bon courage pour tous عايشك فريال يا très bientôt ووصلنا سلام لتونس الكل موجودين زاده في مصر، تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا في المتابعه الموزايكا فام